معانا الدكتور ايمن الرقب استاذ العلوم السياسيه. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير اخي شرف، تحياتي لك ولكل سادات والساده المشاهدين الكرام. ارجوك، محتاج تعليق من سيادتك على المحكمه الجنائيه الدوليه تطالب باصدار مذكره اعتقال بحق نتنياهو. يعني بعد 5 أشهر من تقديم طلب جنوب افريقيا و7 أشهر من الحرب على البدء الجماعي ضد الشعب الفلسطيني، طلب طبعا كما اشير في الاخبار المدعى العام كريم خان من طبعا من هيئه المكتب اصدار مذكرات اعتقال ضد 5 أشخاص حسب حتى الان، نتنياهو قالن من الجانب الاسرائيلي ومن الجانب الفلسطيني اسماعيل هنيه طبعا ومحمد ضيف ويحيى سنوار. طبعا هنا مساواة بين بصراحة الضحية والجلاد بشكل واضح، هنا لا توجد تفرقة بين من يقتل ومن يناضل من أجل تحرير فلسطين. لكن طبعا ادعى المدعي العام أن هناك ارتكبت عمليات قتل عمد من قبل المقاومة واغتصاب، لكن في المذكرات في المذكرة اللي أصلا هو لم يقوم بإجراء التحقيق. لكن أنا أعتقد أن مجرد طبعا إصدار مذكرات طبعا القاء القبض او احضار نتنياهو قال ان هذا امر جيد وسيبنى عليه، ونحن طبعا بالعاده يعني ندفع اثمان كل هذه المرحله. وانا اعتقد ان يعني الزيج باسم قيادات المقاومه لاحداث حاله من التوتر، لكن الغريب ليس طبعا هجوم الاسرائيليين على المدعي العام، ان كان طبعا الحكومه ان كانت المعارض، يعني اليوم يائير لبيد وقالت هاجم واعتبروا ان امر مشين، والأكثر من ذلك أن البيت الأبيض طبعا هاجم الجنائية الدولية بشكل مباشر والمدعي العام والذي زار قبل ذلك طبعا تل أبيب وتحدث عن أحداث 7 أكتوبر، لكن مباشرة رأينا التهيؤ بشكل كبير جدا والهجوم الحاد على المدعي العام، لأن الأمر لم يعد يتماشى مع متطلباته. ومن بعد يومين خشى سيقولوا أن المدعي العام كريم خان معادي للسامية. للأسف الشديد هذا هو أصبح رتم كل من ينتقد أو يصدر أحكام أو حتى مجرد تحقيق ضد الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه. دكتور أيمن، وقال نتنياهو خلال جلسة لحزب الليكود في الكنيسة عن تصريحات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إنها فضيحة ولن توقفني أو توقفنا، وذلك في أول تعليق له على تحركات المدعي العام للمحكمة. بالتأكيد نتنياهو مستمر في حربه على قطاع غزة وهو طبعا غير مقترف لذلك، لأن حتى عملية إحضار نتنياهو لن تتم طالما هو موجود في الأراضي الفلسطينية وما يسمى دولة الاحتلال، إلا إذا تمكن من السفر عليه دولة. قد يكون هناك طبعا حالة من الجدل في عملية إحضاره أو اعتقاله والشواهد كثيرة في العالم، لكن نتنياهو طبيعي جدا أنه حيقول عنها فضيحة وأنها عمل مشين بشكل او باخر، رغم انه التسريبات منذ فتره، ولكن التسريبات حتى الان لم تصدر مذكره الاعتقال، مجرد انه طلب من المكتب الاعداد لمذكره الاعتقال. ولكن بالتاكيد سنشهد هجوم طبعا خلال الفتره القادمه بشكل كبير جدا على المحكمه الجنائيه وعلى المدعي العام بالتحديد. دكتور ايمن، بعد اذن حضرتك، احنا عندنا المحكمه الجنائيه الدوليه وعندنا محكمه العدل الدوليه. محكمة العدل الدولية خشبت هي تقضي بين الدول، ولذلك هناك مقاضاة لدولة الاحتلال عبر محكمة العدل الدولية. أنا أعتقد أن طبعا ومحكمة الجنائية الدولية متخصصة بالأفراد، إذا صدر طبعا من الجنائية الدولية إدانة واستدعاء لقيادات الاحتلال، هذا قد يشجع بصراحة محكمة العدل الدولية يعني بالإسراع في إصدار قرارات أقل تقديرا القرارات العاجلة بوقف الحرب على غزة، وطبعا لاحقا قد يكون هناك طبعا اذا الاحتلال، وهذا ما يخشى الاحتلال بصراحه، وخاصه الدعوه اللي اقامتها جنوب افريقيا واللي انضم اليها جمهوريه مصر العربيه امام محكمه العدل الدوليه. بالضبط، هي هذه اساس الدعوه، لانه هذه الدعوه اللي قدمت منذ اكثر من 5 أشهر انضمت لها مصر حديثا، وبتعرف مصر وزنها في المنطقه وثقلها ازعج الاحتلال بشكل كبير جدا، وراينا مهاجم الاحتلال كيف هاجم طبعا القاهره توجهه للمحكمة العدل الدولية. لكن كما أشرت، إذا صدر القرار فهذا سيكون مزعج أكثر من الاحتلال ويبنى عليه بشكل كبير جدا، لكن نحن نحتاج محكمة العدل الدولية الآن أن تصدر تدابير عاجلة لوقف الحرب، خاصة أن الاحتلال تقريبا انتصف من دخول رفح، وبالتالي وقد طبعا تم إزاحة أكثر من نصف النازحين في رفح، بالتالي الأمور ستزداد سوءا خلال الفترة القادمة. دكتور ايمن، حضرتك فلسطيني واستاذ العلوم السياسيه في جامعه القدس، صح كده؟ صحيح. بكل صراحه شديده، رايك ايه فيما حدث في القمه العربيه يوم الخميس في مملكه البحرين؟
يعني القمة طبعا لم يكن نتوقع أحد أن يخرج منها أكثر من ذلك. القمة كانت طبعا تحدثت بشكل عام حول موضوع نشر قوات لفصل بيننا وبين الاحتلال الدولية، تحدثت عن إعادة عن وقف الحرب، تحدثت عن عقد مؤتمر دولي للسلام، تدرك أن لا توجد شركة فعيل لعقد مؤتمر دولي للسلام. تحدثت القمة عن موضوع إصلاح منظمة الحالة الفلسطينية وترتيب البيت الفلسطيني عبر ضوابط الفصائل تحت منظمة تحت الفلسطينية. يمكن أنا بالنسبة لي أنا سمعت لمعظم الكلمات، أعتقد أن كلمة الرئيس عبد الفتاح كانت من أقوى الكلمات، لأنه تحدث عن من يريد إغراق المنطقة بالحرب وجرى الحرب، وكان بشكل آخر هذا إشارة للاحتلال الإسرائيلي، لكن كانت أيضا الحديث واضح نحن لن نسمح بذلك، وتحدث عن دعم الشعب الفلسطيني، تحدث عن معبر رفح، تحدث عن اجتياح رفح، كل ذلك أعتقد له دلالات مهمة جدا. لكن القمة تحدثت بقرارات لكن لم تضع أدوات لتنفيذ القرارات، وهذا أمر بصراحة طبعا يخرج قرارات القمة من قوتها، لا توجد آلية لتنفيذ هذه القرارات كما أشار من ضمن عقد مؤتمر دولي للسلام إرسال قوات دولية. لا تستطيع القمة أن تنفذ هذا الأمر، الوسط تظل ليه يا دكتور أيمن ما تقدرش ليه ما تقدرش تنفذ ده؟ احنا شايفين إن في الأمم المتحدة وعدد كبير جدا من دول العالم يا دكتور أيمن ابتدت تقول إن احنا خلاص عايزين نعترف بدولة فلسطينية. حضرتك أشرف الأمر مرتبط كل هذه القرارات بقرار مجلس الأمن، مجلس الأمن للأسف الشديد هناك فيتو أمريكي ينتظرنا، والأمريكان مباشرة ردا على طبعا ما حدث من قرارات القمة قال أنها صعب تنفيذها، ودعوة وجود قوات دولية هذا سيمنع القضاء على حماس بشكل مباشر. الأمريكان تحدث عن ذلك، وجاك سيلفان تحدث بشكل صراح هو مستشار الأمن القومي الأمريكي، وبالتالي طبعا للأسف الشديد أي قرار من ضمن إرسال قوات دولية لغزة أو عقد مؤتمر دولي للسلام يحتاج أولا إرسال قوات دولية لغزة يحتاج قرار مجلس الأمن، مؤتمر دولي للسلام يحتاج موافقة احتلال أصلا على وجود أصلا سلام، وبالتالي كل هذه القرارات للأسف الشديد يعني لا تمتلك أدوات للتنفيذ. طب والاقتراح الخاص بهذه القمة بأنك أنت يبقى في عندك قوة حفظ أممية، حفظ سلام أممي في ما بين الجانبين، ده اقتراح شايفه مش مناسب برضو؟ ما هو ده يحتاج الى مجلس قرار مجلس الامن خشب، لانه انت ترابط قوات دوليه للوجود، وان هذه القوات الدوليه تدخل في غزه وتفصل بين الشعب الفلسطيني والاحتلال، ثم تكون لواء لترتيبات امنيه مستقبليه حتى انشاء الدوله الفلسطينيه. هذا بشكل عام ارسال قوات دوليه لاي مكان يحتاج الى قرار مجلس الامن، والامريكان رفضوا الفكره طبعا منذ الساعات الاولى لصدورها عن القمه العربيه. طب ايه الحل يا دكتور ايمن؟ يعني الحل انه في النهايه طبعا سننتظر حتى يقر الاحتلال بفشله في العمليه، والامريكان يقروا فشلهم ويضعوا رؤيه للترتيبات، للاسف الشديد نحن في النهايه سننتظر ما ستولها القضاء الامور من فشل اسرائيلي وموافقه امريكيه على طبعا اداره الملف والي تدارك، خاصه اليوم نتحدث عن الامريكان ينشروا بناء لا نعلم طبعا مريب، لا نعلم ماذا يريدوا من خلفه، وفي نفس السياق هناك طبعا متغيرات طبعا كثيرة نتنياهو يريدها حتى قد يأتي ترامب ويرى أنه قد يكون أكثر دعما له. الدكتور أيمن آسف حضراتكم، الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية، شكرا لحضرتك يا فندم، وتنورنا قريبا في الاستوديو. شكرا لك، شكرا ليك يا فندم، شكرا.